السلام ورحمة الله وبركاته الزبائن الكرام، كما عودناكم بتسجيل فيديو على أرض الواقع. قد يقول قائل هذه حقيبة دبلوماسية أو حقيبة سفر؟ لا، هي ورشة متنقلة بداخلها 187 قطعة كروم فانديوم درجة أولى، فيها 4 طابق. بنشوف الآن، في عندها مفتاح تقفل أغراضك. افتح نشوف إيش محتوى هذه. أيوة، 4 طابق. شوف الآن محتواها، في مقاسات مختلفة، ممكن يستخدمها المهندس وغير المهندس، واستخدام شخصي وغير شخصي لكل مكان. وهذا الطابق الثاني، خرج الطابق الثالث. لحظة، ايوه امام الكاميرا يشوفوه. هذا الطابق الثالث، باقي طابق. ايوه، هات هذا، افتحها، افتح شوفوا، 4 طابق داخل حقيبة واحدة. وأنا أتشرف بزيارتكم لمتجرنا في المركز.